السلام عليكم ورحمة الله. هذا الأحباب الكرام، هي الوصفة إن شاء الله ديال الاستفراغ. أو جا واحد الإخوة شراوه مساكن دابا، الله يشافي. سلام إن شاء الله، جاب الله يجزيهم بخير. هذا هو الورد، شوف فيه، هذا هو الورد إن شاء الله. 50 غرام، نعم 50 غرام. وهذا هو الريحان، هو ده الريحان، كيتسمى في الخليج في السعودية وقطر والكويت بالأص الأص. وهذا البابونج، حاليا وقته دابا راه ناض، دابا راه وقته في الربيع، شي بزاف كاين. هذا كيدير 3000 ريال الكيلو، هذا رخيص. الريحة رخيص، إذا شرب 40 درهم، 30 درهم، 60 درهم على حساب. هذا غالي، الورد غالي، كيدير شي 6000 ريال الكيلو، ولكن راه الله يبارك زوين. المهم كما قلت للاحباب، تاخذوا هاد 50 غرام ورد، 50 غرام ريحان، و 50 غرام بابونج، تغليهم في 3 لتر ديال الماء بالليل مدة 10 دقائق، وتخليهم حتى الصباح يبقاو مرقدين. الصباح ان شاء الله تصفيهم وتشربوهم على الريق، وغنخلي ان شاء الله النمره ديالي تما اللي تقيه ويصيفطها في الواتساب باش نشخصوا الحاله ان شاء الله. والله عز وجل هو الشافي. السلام عليكم ورحمة الله.